السلام عليكم يا ثاني، كيف الحال؟ اليوم بإذن الله سنبدأ في قراءة تحليلية لدرس النملة النشيطة. اكتب اليوم التاريخ 23/3/2021. نستمع جيدا لنص القراءة ثم نكمل. السلام عليكم أبطالي طلاب الصف الثاني، اليوم بإذن الله سنبدأ في درس جديد بعنوان النملة النشيطة. هيا معا لنستمع إلى نص الدرس لنستطيع إجابة أسئلة الاستماع. هيا معا. النملة النشيطة. جمعت النملة الطعام، خزنته للشتاء، كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني. قالت له النملة: اجمع الطعام ودع الكسل، الشتاء قادم. لم يهتم الجندب بكلامها، نزل المطر، دخلت النملة بيتها. جاء الجندب إلى النملة جائعة، طلب إليها شيئا يأكله، أعطته النملة بعض الطعام. قال الجندب: شكرا لك يا عزيزتي، تعلمت منك فائدة العمل والنشاط. والآن أبطالي، بعدما استمعنا إلى نص القراءة ننتقل سويا إلى أسئلة الاستماع صفحة 54. السؤال الأول: لماذا جمعت النملة الطعام وخزنته؟ لماذا جمعت النملة الطعام يا ثاني؟ لماذا جمعت النملة الطعام؟ جمعته أو خزنته للشتاء؟ جمعته أو خزنته للشتاء؟ إذن الجواب الأول: خزنته للشتاء. السؤال الثاني: من كان يأكل ويلعب ويغني؟ النملة أو الجندب؟ من كان يأكل ويلعب ويغني؟ الجندب. الجندب. السؤال الثالث: ماذا طلب الجندب إلى النملة؟ ماذا طلب إليها يا ثاني عندما سقط المطر ودخلوا إلى بيوتهم؟ كان الجندب أو بقي الجندب من غير طعام، ماذا طلب من النملة؟ طلب إليها شيئا يأكله، طلب إليها شيئا يأكله. السؤال الرابع: ماذا أعطت النملة الجندب عندما طلب إليها شيئا يأكله؟ ماذا أعطته؟ أعطته بعض الطعام، أي القليل من الطعام، القليل من الطعام، أعطته بعض الطعام. بعدما ذهب الجندب إلى النملة وطلب إليها شيئا يأكله، أعطته النملة بعض الطعام. بعد هذه القصة تعلم الجندب من النملة ماذا؟ ماذا تعلم منها؟ تعلم فائدة العمل والنشاط، فائدة العمل والنشاط، تعلم فائدة العمل والنشاط. ثاني الأبطال، ما ننسى نكتب التاريخ اليوم الاثنين 22/3/2021. يعطيكم ألف عافية ثاني، إلى اللقاء. الآن يا ثاني، بعد أن انتهينا من قراءة النص نبدأ في التحليل. ثاني الأبطال، مثل ما تعودنا، رقم الأسطر
رقم الأسطر حتى تسهل عليك. طبعا أنا أول ستة بس ولا كتبتهم، فترجع تكمل بعدين. جمعت النملة الطعام. جمعت، هل هو فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر؟ فعل ماذا؟ ماذا جمعت؟ جمعت الآن ولا جمعت وخلصت؟ ولا أنا بحكي لها اجمع أو اجمعي؟ جمعت النملة النشاطة، هي جمعت وانتهت، فإذا هي فعل ماضي، شيء حصل في الماضي وانتهى. النملة اللام هنا ماذا يا فادي؟ لام شمسية. والطعام، الطعام. طيب النملة هي إذن، وخزنته للشتاء، وخزنته للشتاء. ما معنى وخزنته يا ثاني؟ خزنته يعني خبأته، ادخلت. مش احنا بنحكي مثلا ادخل في مثلا ما بعطتك مصروف، ادخل، ضلت خبي حتى في يوم تفتح الحصالة تلاقي فيها مبلغ كبير من المال. نفس الشيء النملة كانت تشتغل طول الصيف، تخبئ في الطعام في بيتها حتى في الشتاء ما تخرج من البيت أبدا، فهي كانت تخزن الطعام، خزنته ادخلت، خزنت ادخلت، ادخلته للشتاء. هو فصل من الفصول الأربعة. طبعا ما ننسى النام في كلمة النملة بالعنوان والنشطة. النملة هي ماذا يا ثاني؟ هل هي نوع من أنواع الطيور؟ أو هي نوع من أنواع النباتات؟ أو نوع من أنواع الحيوانات؟ هي نوع من أنواع الحيوانات ويسمى حشرة، حشرة. فإذا أجيت حكيت لك ثاني الأبطال بالامتحان، استخرج لي اسم حشرة، يعني اسم حشرة أو حشرة موجودة بالفقرة. مثلا تحكي لي شو النملة، كمان في عندنا واحدة ثانية. هون عندنا حشرة، وإيش كمان في عندنا؟ ننتقل للسطر الثاني حتى نعرف شو الحشرة الثانية اللي موجودة عندنا. كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني. كان جارها الجندب. طيب ثاني نسينا شغله، كلمة الشتاء الهمزة هنا همزة ماذا؟ حكينا رامينها على الطرف، فهي همزة شو؟ رامينها على الطرف فهي همزة متطرفة، همزة متطرفة. لنكمل، كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني. كان وانتهى. جارها الجندب هو نوع من أنواع الحيوانات وهو حشرة. إذا لو جيت حكيت لك استخرج لي أسماء الحشرات موجودة في النص، النملة والجندب. كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني. في البداية يأكل ويلعب ويغني، خط واحد تبدأ تحكيها. نشوف من أفعال ولا أسماء في البداية. يأكل، يلعب، يغني، هاي كلها شو؟ أفعال. نكتب بالبداية إنها أفعال. هل هي أفعال ماضية أم مضارعة أم أمر؟ يأكل، أكل وانتهى ولا الآن يأكل؟ يلعب، لعب وانتهى ولا الآن يلعب؟ يغني، غنى وانتهى ولا الآن يغني؟ الآن. جميعها أحداث تحصل الآن، إذا أحداث مضارعة، جميعها أفعال مضارعة. يأكل، يلعب، يغني هي أفعال مضارعة. طيب ثاني الحلوين، هاي همزة جاية على الطرف، إيش حكينا عنها يا ثاني؟ حكينا عنها همزة متطرفة. طيب ثاني الأبطال، في عندي همزة هون مش موجودة على الطرف، شو بدنا نسميها ثاني؟ فكر، شو بدنا نسميها؟ هي جاية وين؟ على الطرف ولا وسط الكلمة؟
موجودة بوسط الكلمة. فإذا شو بدنا نسميها؟ شو بدنا نسميها يا ثاني؟ همزة متوصلة، همزة متوصلة، همزة متوصلة أتت في وسط الكلمة، موجود مكانها مش في بداية الكلمة ولا على طرف الكلمة بنهايتها، حتى نحكي لها همزة متطرفة. الهمزة المتوسطة هي همزة تأتي في وسط الكلمة ويلعب ويغني. الواو هنا حرف عطف، ما حكى كان الجند يأكل وكان الجند يلعب وكان الجند يغني، اختصر علي واجت واو العطف عطفت علي وحكت لي انا راح اختصر عليك الكلمة هاي جارها كان جارها الجند مباشرة بحكي يأكل يلعب ويغني، انه هو نفس الشخص بيساوي نفس الشغلة، يعني عفوا هو نفس الشخص بيساوي اكثر من فعل، فاختصر علينا وحطوا لنا واو الف. طيب قالت له النملة اجمع الطعام ودع الكسل الشتاء قادم. قالت له النملة، قالت الان ولا قالت وانتهت؟ قالت الان هي قالت، قالت له النملة الان قالت ولا قالت وانتهت؟ قالت، قالت يقول، يقول الان يقول، قالت او مثلا تقول، يقول الان يقول، قال وقالت هاي افعال مضارعة، افعال ماضية، فعل ماضي. له النملة، النملة قلنا ان اللام لام شمسية. اجمع، اجمع، اجلس، ادرس، ايش كمان، ايش ممكن الكلمات، انزل، ادخل، تكلم، كلها اشياء انا بأمر امر فيها، انا بأمر امر، فهي فعل، تمام فعل، بس فعل شو؟ فعل امر، فعل امر، اجمع فعل امر، فعل امر، اجمع انا بأمر، النملة تأمر الجندب انه يجمع الطعام، ودع الكسل، الطعام لام هنا لام شمسي، ودع الكسل، ودع الكسل، ما معنى ودع؟ ودع الكسل حسب ما فهمت انت من النص، النملة او النملة بتحكي للجندب اجمع الطعام واترك الكسل، واترك الكسل، الشتاء قادم. فإذا ما معنى ودعي، ودع الكسل هي اترك، اترك الكسل، اللام في كلمة الكسل لام قمرية، الشتاء قادم، الشتاء قادم، اللام هنا لام شمسية. لم يهتم الجندب لكلامها أو بكلامها، لم يهتم الجندب بكلامها، في عندنا هون حرف مشدد يهتم، ممكن أن نحلله، الجندب اللام هنا لام قمرية بكلامها، الباء هنا أنا غششتكم بما إني حطيت أو ساعدتكم بما إني حطيت غيمة، وهي حرف شو؟ حكينا الغيمة مثلث حرف عطف، وأنا ساعدتكم عملت لكم غيمة، غيمة شو يعني؟ حرف جر، فإذا بكلامها حرف جر، كلامها اسم مجرور لأنه إجا بعد حرف الجر مباشرة. نزل المطر، دخلت النملة بيتها. نزل المطر، نزل الآن ولا نزل وانتهى؟ نزل وانتهى، فإذا هي فعل ماذا؟ هي فعل ماضي، فعل ماضي، المطر لام
قمرية. دخلت النملة بيتها. النملة لعب شمسية. ننتقل ل السطر السادس يا أبطال. جاء الجندب إلى النملة جائعا، طلب إليها شيئا يأكله. جاء وانتهى، جاء وانتهى، فهي فعل، والجندب اسم، واللام هنا لام قمرية، هنا فعل. فعل ماذا؟ فعل ماضي، وجاء وانتهى. فعل ماضي، الجندب اسم، إلى حطينا عليها غير، والغير يعني حرف جر. النملة اسم مجرور. جائعا، جائعا، يأكل جائعا شيئا يأكله. جميعها همزة متوسطة أتت في وسط الكلمة، نكتب عليها همزة متوسطة زي ما كتبنا هون، همزة متوسطة موجودة هون. طيب كلمة إليها همزة متوسطة، هي بس هاي الكلمة إليها. وين إجت الهمزة؟ إجت في البداية، فإذا مش متطرفة ومش متوسطة. بدنا هسه إحنا نعرف هي همزة قطر ولا همزة وصل؟ همزة ماذا؟ مقطوع رأسها بس واقع تحت، فإذا شو؟ همزة قطر، همزة قطر. الآن يا أبطال ننتقل على آخر سطرين موجودين في النص. الآن يا ثاني آخر إشي عندي في التحليل 7، 8، و9. أعطته النملة بعض الطعام. أعطته وانتهى، أعطته النملة، أعطته وانتهى، فإذا هي فعل ماذا؟ فعل ماضي، والهمزة هنا همزة قطع مقطوع رأسها. النملة هي لام شمسية، الطعام لام شمسية، بعض الطعام. أعطته النملة، النملة بعض الطعام. بعض يعني القليل من الطعام، القليل من الطعام، بعض الطعام معناها القليل من الطعام. قال الجندب، قلنا قالت وقال هي فعل ماضي، فعل ماضي. الجندب اللام هنا لام قمرية. شكرا لك يا عزيزتي، تعلمت منك فائدة العمل والنشاط. شكرا لك، هو هون بيشكرها لانها اعطته بعض الطعام، اعطته القليل من الطعام اللي موجود عندها. قال الجندب شكرا لك يا عزيزتي، يا عزيزتي. يا ابطال يا حلوين، انتوا لما كنتوا هنا في الصف حكينا عن كلمه يا، ونحكي بعديها اسم، حكينا مثلا يا ليال، يا محمد، كلياتها ايش هاي؟ يا، انا شو بساوي؟ بأشر؟ هي إشارة؟ لا. طيب بأمر؟ لا. بنادي؟ بنادي عليهم، انا بحكي لهم يا عزيزتي، يا ليال، يا محمد. هاي أداة نداء، أداة نداء، حرف الياء اللي موجود هون وكلمة يا هي أداة نداء. ما معنى أداة نداء؟ معناها إنه أنا بنادي على الشخص. حكينا أسماء الإشارة، هذا وهذه، إحنا بنحكي لها أسماء إشارة. ليش؟ لأنه أنا لما أجي أشرب شغل بحكي لها هذا، هذه. طيب الياء أنا لما أحكيها شو بكون بساوي؟ بنادي على الشخص، بحكي يا محمد، فإذا هي أداة نداء. عزيزتي هو ما حدد الاسم، هو كان مثلا بده يحكي يا نملة، ماشي؟ مثلا لو حكينا هون يا ليان، يا محمد، هاي عزيزتي هي منادى، هو الشخص اللي نادى عليه.
هو بنادي، هاي الأداة استخدمها للنداء، بس هاي بنادي، بنادي على يعني بيحكي عزيزتي منادى. تعلمت منك فائدة العمل، تعلمت منك فائدة العمل. طيب تمام يا ثاني، تعلمت منك فائدة العمل. ما معنى فائدة العمل هو النشاط، في عندنا كلمة النشاط تحت. طيب ما معنى كلمة فائدة يا ثاني؟ لما احنا نحكي فوائد الغذاء الصحي، فوائد مثلا اي شغل بالحياة احنا بنحكي عنها فائدة، لها فائدة، انا بستفيد منها. انا يعني ايش بستفيد؟ شو معنى بستفيد؟ شو معنى فائدة؟ شو معنى فائدة؟ هي منفعة، انا تنفعني هاي الشغلة، بستخدمها، فادتني هاي الشغلة. كلمة فائدة هي معناها منفعة. منفعة. تمام. والنشاط العمل، طبعا هون في نام و العمل نام، هنا نام قمرية. والنشاط الواو، هنا قلنا الواو حرف عطف، النشاط نام شمس. كالعادة يا ثاني بدك تستخرج الكلمات المشددة في النص وتحللها. تعالوا نقرأ مع بعض. آخر إشي موجود عندي في صفحة 56، أردد الجملتين، أردد الجملتين. دخلت النملة بيتها، دخلت النملة بيتها. ردد يا ثاني. دخلت النملة بيتها. الكلمة اللي بعدها، جاء الجندب إلى النملة جائعا، جاء الجندب إلى النملة جائعا. ردد الكلمة الأولى، ردد الكلمة الأولى لوحدك يا بطل. نرجع نقرأها. دخلت النملة بيتها. طيب ردد الكلمة الثانية. أحسنتم. جاء الجندب إلى النملة جائعا. ثاني الأبطال، ما بدنا ننسى نكتب اليوم والتاريخ. اليوم الثلاثاء 23/3/2021. ثاني الأبطال، يوم الأربعاء، أو خليها يوم الخميس. يوم الخميس راح يكون عندكم إملاء درس صديق من ورق، إملاء درس صديق من ورق صفحة 41. كمان بدنا ننسخ كل الدروس اللي ما نسخناها بفترة الامتحانات، كل الدروس اللي ما انتسخت. يعني احنا بدينا بفترة الامتحانات كنا بصديق من ورق، اللي ما نسخه ينسخه يا أبطال، وينسخ زيارة العقبة. معكم للخميس الجاي النسخ، للخميس الجاي معكم تنهو من النسخ. ما ننسى الإملاء اللي عندنا، إملاء صديق من ورق صفحة 41. يعطيكم ألف عافية ثاني، وشكرا للمتابعة.